شغال. الناس تتجمع كده يا جدعان، الناس تعمل لايك كده وشير، يلا الناس تجمع، عندنا حرق اسعار. جمعنا احلى جروب في الدنيا، جروب كوكو هندسة فرع شبرا الخيمة، اكسسوار الموبايل 15 شارع 15 مايل، بجوار دوار جحا وبجوار جامع ابو الهنا. جمعنا الناس يا باشا عشان النهارده عامل لك دمار في اكسسوار الساعات والسماعات وكل اللي انت عايزه هتلاقيه عند كوكو هندسة دمر. فرع الخيمة. دي حته المفاجآت، كل لايف بنغيرها لكم باقل سعر في مصر. سكرينه هتلاقي، كفر هتلاقي، سكرينه بكفر هتلاقي، دمر هتلاقي، والاستراب بانواعه. بص هتخش هنا مش هتطلع غير وانت مظبط ساعتك ومروق على حالك، هتلبس ساعه جديده وباقل سعر في مصر. كم منه وحش لسه. الناس تتجمع كده وتعمل لايك وشير، الناس تتجمع وتعمل لايك وشير. يلا الشغل اهو، في دمار، في حرق اسعار، في بيع بسعر الجمله، في حاجات كتير هنشوفها. مفاجات المره دي، اول مره تنزل في كوكو هندس، هنضيع. شغاله وحش، شغال. تعالى كده يا باشا وري الناس تتجمع كده وتعمل لايك وشير لللايف. وري الناس الاستراب الديزني ده يا باشا، ورينا يا باشا، فرجنا. بص الاستراب الديزني ده، فرجنا. كل واحد هيعمل معانا شير ولايك كسبان. شير ولايك وكومنت كده عشان تكسب عرض. يلا فرجنا. بص الاستراب الديزني ده يا باشا، حكايته حكايه. بص الناس تتجمع، بص اللون الابيض منه، شير لصاحبك يلا عشان تكسب استراب. يلا استراب، عرض استرابات بقى يا باشا، مش استراب واحد ده، احنا هنكسب الدنيا كلها. بص يا ريس الشغل، هندلع زبون شبرا الخيمه، دمر دمر. مفيش واحد في مصر هيمشي من غير ما يدلع ساعته. خلاص كوكو هندس بيحطم الاسعار يا وحش في الاستراب. الناس كلها تشير اللايف كده يا جدعان وتعمل لايك. يلا هنبيع بسعر الجمله. اللايف عايز يعدي دلوقتي ال 200 وال 300، العدد ده مش كويس. بص يا باشا، بص يا باشا المدلع ده، فرجني. بص المدلع ده، مش هقول اسعار الا لما الناس تتجمع، مش هنقول اسعار. بص 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 الكواليتي بتاعه، فرجنا. بص الكواليتي بتاعه ده، معاك بقى في اي حاجه، ده يستحمل شغل المضلع ده، دمر. بص المضلع ده الابيض منه موت، اي حد يعمل لايك وشير كسبان. اي حد يعمل لايك وشير كسبان. بص بالوانه، دمر. بص يا باشا، هنبيع ببلاش. بص القماش، هنبيع ببلاش. بص السلام القماش، اي واحد يعمل معانا لايك وشير يا جدعان هيكسب. يلا الناس اللي قاعده بتتفرج دي، ما تعمل لايك وتكسب كده. يلا بص الاستراب القماش، فرجني. بص الاستراب القماش يا باشا، دمر دمر. شايف الحلاوه والدلع، دمر. هنبيع بكام بقى يا ريس؟ هنبيع ببلاش. هنبيع بكام؟ تعالى لي كده، في كل الاشكال كمان، بطوط ومش بطوط كله كده. شايف الاستراب؟ هنبيع بكام؟ بكام؟ بكام الاستراب الديزني ده؟ بره بيتباع ب 90 جنيه. ب 40 جنيه عند كوكو هندس. دمر. ب 40 جنيه عند كوكو هندس. دمر، هنبيع ببلاش. الناس تعمل لايك وشير، يلا عايزين نكسب الناس. انت مش عاجبك السعر وعايز تدلع ساعتك وعايز كذا استراب لكذا خروجه تدلع نفسك بيهم، هتعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هتاخد ثلاثة. هنبيع ببلاش. هتاخد ثلاثة. يعني هنبيع ببلاش. الثلاثة بكام؟ بكام؟ ب 100. ب 100. الثلاثة ب 100. دمر. الواحد ب 40 والثلاثة ب 100 من الاستراب الديزني ده. دمر. تمام؟ الواحد ب 40 والثلاثة ب 100، ومش هشترط عليك لون، أي ثلاث ألوان هتختارهم من الديزني ب 100. دمر. أي ثلاث ألوان ب 100. شغال. تعالى لي يا باشا بقى على المضلع ده. تعالى لي على المضلع. كل شارك الفيديو، كل شارك الفيديو يعمل تم كده، يلا عايزين نكسب حد، أي حد شارك يعمل دم، تم، كمل. دم دم دم. كمل. شايف المضلع ده؟ بكام؟ 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 ب 35 جنيه. يا نهار اسود. بكام؟ ب 35 جنيه. الأصلي. ب 35 جنيه الأوريجينال. دمر. المطلع الأوريجينال. هنبيع لك كام؟ هنبيع لك كام؟ الأربعة. بكام؟ الأربعة. الأربعة بكام؟ بكام؟ ب 100. ب 100. الأربعة ب 100. دمر. الأربعة من المضلع ب 100. دمر. الواحد ب 35 والأربعة ب 100. دمر. الأربعة بكام؟ ب 100. ب 100. بص الاستراب القماش، فرجني. بألوانه. دمر. بدلعه. دمر. بص جبت لك قوس قزح معايا. قوس قزح معانا. دمر. ما حدش يفهمنا غلط. دمر. بص الدلع. بص الدلع يا باشا. الناس تتجمع. شايف الاسترابات القماش؟ الاستراب القماش دوت هنبيعه بكام؟ بكام؟ ده جملته، جملته 60 جنيه. كوكو هندسه هيبيعه بكام؟ بكام؟ بجملته. دمر بجملته. دمر، احنا بس مش عايزين غير الناس تتبسط. دمر. الاستراب القماش ده بجملته. دمر. موجود منه الالوان اللي انت عايزها. دمر. شغال. شغال. تعالى لي بقى على الاستراب. الناس تعمل لايك وشير، كل واحد يعمل لايك وقول تم هنكسبه هديه. الاستراب الاثنين لون ده، ده حكايته حكايه. دمر. بص الكافيه منه. بص الكافيه.
بص الكافيه شايف الدلع حكايته والحرارة، حكايه حكايته حكايه دمر بسبب الاتنين لون دوت بقى. ده سعره مفكر، ده تيجوا اسالوا على سعره. الناس اللي هتتوقع سعره في اللايف هتكسب هديه. يلا يلا تتوقع سعره كام؟ خش بقى عليا ناس تعمل لايك وشير. إيه؟ فرجنا على الساده وحش الالوان. بص على دمر. ايه ده؟ شايف الدلع وشايف الالوان؟ دمر يا باشا. ابيض واخضر واحمر وفي الزوق ايه؟ ما انا مش عايز اقول سعره. دمر. الناس تتوقع يا ابني. لا لا تمام. شايف الاستلاب الساده ده بكام؟ 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 25 جنيه. 25 جنيه دمر. 25 جنيه للسلاب السادة. دمر. 25 جنيه. دمر. ادي واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. خمسة كوكو عند اس بيقول لك ب 100. ب 100. دمر. الخمسة ب 100 والواحد ب 25. الواحد ب 25 والواحد الهدية موجودة لأي حد هيشير. خمس ألوان تختارهم. الكلام دوت فرع شبرا الخيمة، فرع اكسسوار الموبايل. شارع 15 ماي بجوار دوار جحا وجوار جامع ابو الهنا فقط لا غير. دمر. الشغل ده في الفرع ده. دمر. شغال؟ شغال. الخمسه ب 100. تعالى لي بقى على الترند. مفيش منه حته في مصر غير عند كوكو هندس. دمر. مفيش منه غير عند كوكو هندس. بص يا ريس. بص يا ريس. اديني في المعدن. بص يا ريس اديني كده في ايه؟ بص يا ريس المغناطيس. بص يا ريس اديك في المعدن. دمر دمر. بص يا ريس عشان نسهر كتير امبارح. تضيق وتوسع تعمل كل اللي انت عايز. شايف الشغل؟ دمر. شايف الشغل؟ دمر. ده حكايته حكايه كده كده. تعالى برضه اسال على سعره. انا مش هينفع احرق سعره بصراحه. يلا دمر. ده تعالى اسال على سعره مفاجاه. يلا اللي يعمل لايك وشير معانا كسبان. يلا يلا هنكسب حد دلوقتي. بص الالوان. دمر. اربعة خمسة وبيت منه ستة سبع الوان. تعالى لي بقى على الايه؟ الاستراب الحصيرة كلاسيك. دمر. بقى قميص وبنطلون بدلة هو ده ده الاستراب بتاع الحاجات دي. ده استراب كلاسيك. بص بص الشغل. دمر. بص الشغل. احرق. بس يا متنمر. شايف الشغل يا ريس؟ بكام بقى المغناطيس ده؟ ببلاش. بكام الماجنتيك ده؟ ببلاش. بكام بقى الحصيرة ده؟ بكام؟ 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 55 جنيه. 55 جنيه. 55 جنيه. يلا احنا بنبيع ببلاش. 60 هنبيعه بخسارة، 55 يلا جنيه. يلا بنبيع ببلاش. بص يا ريس، وري الناس إن الشغل موجود بكميات. أهي. أهي بكميات. غير اللي في المخزن. غير اللي في المخزن. كميات. مفيش حد هيجي مش هياخد شغل. شغل موجود ومعلش الشغل دوت قطعي بس مفيش جمله على قد زبوننا يا ريس. دمياتنا على قد زبوننا. دمر. ايه كتير زبوننا؟ ايه كتير كتير قوي. بص بقى على الترند ده. اديني بقى ناخد ايه؟ كرة البعبع. تعالى بطوط وحطوط وكل حاجه. بطوط وحطوط يا ابني. بص يا ريس مين بص ده؟ بص جبت لك ايه؟ هو ده بتاع شركه المراقبين؟ هو ده. هو ده كرة البعبع. ايوه هو ده. بارد وشوشني. اديله. هو شوشك انا بقى في ده. هنوشوش دلوقتي للصبح. بص بقى ده ايه؟ معاك شاحن خايف عليه؟ ده هيحميه لك. بص يا ريس. هيحمي لك الشاحن. بص هيعمل ايه؟ دمر. بص يا ريس هيعمل ايه؟ دلع الشاحن كده. بص كده. فرجنا الله. اضرب. خلاص بعد كده الشاحن بتاعك مش هينفع تاني. مطقم مع الشاحن. ممكن نطقم مع الشاحن عادي. كل الالوان متاحة. بص يا ريس. لا لا لا. الشاحن بتاعك مش هيتقطع بعد كده. حكايته حكاية. بص الشاحن عامل ازاي. هيحافظ لك على الشاحن. وبص بص الشاحن عامل. تعال نجربه هنا. بص يا ريس. لا 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 ده انا هجيب لهم واحد كلهم عندي في البيت. بص الشغل. دمر. انا مش هبيع لك بقى. لا هبيع. انا برد مش هبيع. انا هاخد يا عم. بص يا ريس الشغل ده الترند بقى. ده ايه؟ الترند. ده الترند بقى. دمر. ده الترند يا ريس. دمر. خلاص الشاحن بتاعك مش هتقطع بعد كده. هنبيعه بكام ده؟ هنبيعه بكام؟ هنبيعه كام الكفر ده بكام؟ ب 120 جنيه بيتباع في 6. انا شفته على موقع بيتباع ب 150 جنيه. ب 100 بكام؟ بيتباع بكام بره كده؟ 170؟ 170 جنيه. ده ب 170 جنيه. دمر. على المواقع واونلاين. دمر. المواقع اونلاين ب 170 جنيه. كوكو اند اس بيبيع ببلاش. بكام؟ ببلاش. بثمن المواصلة اللي أنت هتيجي تاخده بيها. بالظبط. بثمن المواصلة.
انا واحد ساكن هنا مش عارف اخد ببلاش. ب 45 جنيه دمر. ب 45 جنيه دمر. ب 45 جنيه يا بلاش يا بلاش. كفر الشاحن ب 45 جنيه دمر. كفر الشاحن ب 45 جنيه بكام؟ 45 جنيه. محمود طلع لي كفرات البند عندك، طلعها لي على الريوم. ايوه اللي عايز كل اكسسوارات البند موجود عندنا. الشاحن الالترا اللي الناس دايخه عليه اتقطع اهو دمر، وبقى ارخص سعر في مصر دمر. شاحن الالترا ب 75 جنيه. 75 جنيه هنبيع ببلاش. السعر دوت مش هتلاقيه غير عند كوكو اند اس ب 75 جنيه. فكر هندمر. العنوان يا وحش. العنوان دوار جوحة جنب. دوار جوحة ايه يا ابني؟ احنا مش فاتحين كافيه. ايوه هو جنب دوار جوحة. شارع 15 فرع كوكو اند اس شبرا الخيمة، فرع اكسسوار الموبايل، شارع 15 مايو، بجوار دوار جوحة وجوار جامعة ابو الهنا. الشاحن ب 75 جنيه. الشاحن ب 75 جنيه. 75 جنيه ده. بص بقى يا باشا ترند الترندات. وحش الوحوش. اللي عايز ينضف تليفونه ويحميه. ده بقى هيعمل ايه بقى؟ اديله شامبو، فرجنا. انت كده فعلا زي ما هو قال هتحمي تليفونك. دمر. تحميه ازاي؟ بدي بدي فين التليفون؟ ها ايه ده؟ انا فتحت، ده انا فتح باب الشركه. بص يا ريس دي هتنضف لك الايه؟ السماعه. بص خلاص بعد كده ايه؟ مش هتخش فيها اي تراب ولا اي حاجه. اللي طلع اهي، شايف التراب؟ شايف التراب اهي؟ كل دي تراب طلع يا جدعان. اهي يا جدعان حاجاتنا اصليه يا جدعان. اهي والله احنا بنبيع ببلاش اهي. فرجنا. تعالى بقى تيجي تنضف بيه السوكت بتاع الشاحن. يا ساتر يا رب. من هنا اهي. كمل. دمر دمر. تنضف بيه يا معلم السوكت، وبعد كده تنضف بالفرشه دي. اهي الله. اهي هنجرب الشاحن ده دلوقتي. اهي خلاص تليفونك باظ يا كريم. ترند الترندات ده بكام؟ المنظف المالتي كليننج بن ده بكام؟ 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 ببلاش. ببلاش. بكام؟ ببلاش. ببلاش 30 جنيه. يلا دمر. 30 جنيه. هتحمل تليفونك كل يوم في البيت ببلاش. 30 جنيه بس. دمر. ب 30 جنيه. جنيه بس. تعالى لي بقى يا باشا اوريك اللي الناس كلها بتسال عليه. ايه بقى؟ المستخبي. تعال. طلع المستخبي. كوكو اند اس هيطلع لك كل حاجه في الدنيا. ايه ده؟ ايه ده؟ جراب السيليكون. ايه ده؟ بتاع الالترا. جراب الساعه الالترا. دمر. للماكس وللبلس. جراب مقاس 49 ده هيمشي على اي ساعه مقاس 49. كوكو اند اس جابهولك يا وحش وبالوانه. الناس تعمل لايك وشير لللايف. نوري الناس كده على الطبيعه يا وحش. مقاس 49 اهي الماكس. الماكس اهي مقاس 49. بص يا وحش. قلناها عدت بسرعه يا كريم. هاتلي واحد. بص يا وحش. ركز هنا يا وحش، سيبك من اللي وراك ده. بص. دمر. بص. دمر. شايف الشغل؟ شايف الحلاوه؟ دمر. بكام بقى يا باشا الكفر ده؟ بكام؟ طبعا احنا ما بنبيعش غير ال 5 ب 100 وال 4 ب 100 فهندمر. معلش سامحنا المره دي. الكفر ده ب 30 جنيه. دمر. الكفر ده بكام؟ ب 30 جنيه. 30 جنيه. طب والخمسه؟ بكام؟ والخمسه؟ دمر. الخمسه ب 100. الخمسه ب 100. الخمسه ب 100. اشكاله يا باشا. اشكاله والوانه يا باشا. الخمسة بمية يا باشا. دمر. الواحد بتلاتين والخمسة بمية. دمر. الواحد بتلاتين والخمسة بمية من الكفر. دمر. الواحد بتلاتين والخمسة بمية. مفيش واحد بيقول لك مفيش كفرات المقاس 45. جايب لك. اتقل عليا. مش ناسيك. بص بقى يا باشا. كفر ابو سكرينة. دمر. كفر ابو سكرينة. دمر. كفر ابو سكرينة. ناس تعمل لايك وشير يلا للصفحة، عايزين نكسب حد دلوقتي قبل ما نقفل اللايف. بص يا ريس. تعالى وبالوانه. وبايه؟ وبألوان. كل اللي يعمل شير يقول تم هنكسبه معانا دلوقتي استراب هديه. بص يا ريس ولو معكش ساعه هنكسبك ساعه هديه. بص معايا منديلين، واحد مجفف واحد مبلغ. دمر. يعني تبل وتنشف في نفس الوقت. بص يا ريس. بص الباكت. بص الشغل. تعالى يا باشا تعالى نورني هنا. بص الشغل. شايف الكفر؟ حكايته حكايه. شايف الكفر؟ حكايته حكايه. بص يا باشا الشغل. دمر. ادي السكرين اهي. دمر. تخلع. ودي الكفر يحمي لك. كل اللي يقول تم ويبقى معانا كسبان. اي حد يشار ويقول تم يبقى معانا كسبان وهنكسبه هديه. يلا يا جدعان كل الناس تعمل لايك وشير. ببلاش. دمر. خلي الناس تتوقع سعر. الناس تتوقع سعره كام؟ خلي الناس تتوقع سعر الكفر ده كام؟ يستاهل 100 جنيه الصراحه. دمر. يستاهل 100 جنيه الصراحه. حد توقع سعره؟ محدش توقع. حد توقع سعره؟ محدش توقع. نقول احنا سعره؟ محدش توقع. نقول احنا سعره؟ دمر. الكفر
بالسكرينه الاثنين مع بعض 60 جنيه دمر. كفر بسكرينه ب 60 جنيه كفر بسكرينه ب 60 جنيه دمر. جبت لك ايه تاني؟ التحويله بتاعت الساعه السيريوس اللي هي مقاس كام؟ 45 شغال. مقاس كام؟ 45 اهي. التحويله بتاعت هتحول لك السيريوس لالترا، هتحول لك الساعه اللي هي مقاس 45 لساعه الترا اللي هي 800 و900 جنيه و 1000 جنيه اهي. بص يا باشا، الناس تعمل لايك وشير يا جدعان للصفحه، عايزين نكسب الناس كده. يلا مش مجرد تحويله، التحويله بالسكرينه بتاعتها. بص اهو، فرع شبرا الخيمه بجوارده وارجوحة عند جامعه ابو الهنا، فرع اكسسوارات الموبايل. شايف التحويله؟ دمر دمر. شايف التحويله؟ شغل فاخر من الاخر. الشغل ده مش هتلاقيه عند سكو هندسه فرع شبرا الخيمه. وحش دمر. نجربها على الساعه. نجرب على الساعه. نجرب على الساعه. تعال والله ما انا مزعل. الناس اللي هتعمل لايك وشير يا جدعان، الناس دي هتكسب دلوقتي. اي حد يعمل لايك وشير الناس دي هتكسب. اللايف ده مش احسن حاجه. الناس فين يا جدعان؟ بص يا ريس، بص الشغل اهي. قلبت الساعه بتاعتك الترا في لحظه للحظه. الساعه اتقلبت الترا اهي اهي. الساعه السيريوس بقت الترا. الساعه بقت ايه؟ بقت الترا اهي. بص مفيش فرق. دمر. دي السيريوس ودي الالت. دمر. فين الفرق؟ مفيش ولا فرق. اي حاجه. دمر. حولته من 450 جنيه لما 1000 جنيه. دمر. بايه؟ بحته كفر. بكام؟ بكام بقى الكفر بكام؟ ده؟ حلو قوي السؤال ده. بكام بقى الكفر ده؟ ببلاش. احنا هنبيع ببلاش. ده وحش. بص كده، كفر بالسكرين بالتحويله بتاعته 40 جنيه. دمر. ب 40 جنيه. هنبيع ببلاش بس. بالسكرينه بالتحويله ب 40 جنيه. دمر. ب 40 جنيه. دمر. ب 40 جنيه. شغال؟ شغال. شغال؟ شغال. تعال اخر حاجه، تعال تعال. جبت لك ايه بقى؟ الكفر بتاع الساعه البند. كفر البند. اللي الناس بتسال عليه كتير، جاي بكميات. اهي. بكميات. وبسعر تحفه. وبسعر تحفه. بسعر ايه؟ تحفه. بص يا ريس، بص يا ريس، دمر. بص اللون الاصفر منه، بص عامل ازاي، بص الشغل ده اهو على طول. يلا اعمل لايك وشير للصفحه يا جدعان، هنكسبكم. هتحافظ على ايه؟ على الساعه بتاعتك. شكرا. بعد كده مش هتبوظ منك تاني اهي. بكام بقى البند ده؟ بكام؟ بكام يا ريس؟ بكام؟ ارخص سعر في مصر 15 جنيه. دمر. 15 جنيه هتحافظ على الساعه، الساعه البند بتاعتك. دمر. سعر مش هتلاقيه في اي حته. سعر مش هتلاقيه في اي حته. مستنيينكم النهارده الجمعه 18/8 فرع شبرا الخيمه، فرع اكسسوار الموبايل، شغالين لحد الساعه 12 بالليل. سلام.